السلام عليكم. بعد أن فسخ عقده مع شبيبة القبائل منذ أشهر، الحارس عبد القادر صالحي 27 سنة يمضي في مولودية الجزائر. عبد القادر صالحي خرج جمعية شرف أمضى لي 3 سنوات مع مولودية الجزائر، وقد يكون الحارس الأساسي للفريق في ظل الأخبار التي تروج عن انضمام الحارس فريق شعالي أحد الفرق في الدوري السعودي.